جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أم سعيد أيضا تأتي إلينا بعض الصدقات من الزكاة كالحبوب والأرز وهو يزيد عن حاجتنا، فأقوم بتصديقها أو أعطي منها، وإن تركتها فهي ستتلف وتنتهي صلاحيتها. فقيل لي إنها للأيتام ولا يجوز لي التصرف فيها فهل علي إثم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. حسب ما ذكرته السائلة أن هؤلاء الأيتام لهم ميراث، من والدهم، فلا تجوز لهم الصدقة لأنهم أغنياء وينفق عليهم من نصيبهم ومن إرثهم، فلا تحل لهم الصدقة لأن الصدقة إنما تؤخذ للفقراء. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وكونهم أيتاما لا يسوغ أخذ الزكاة لهم ما دام أنهم أن لهم ميراثا يكفيهم أو يزيد عن حاجتهم، فهم أغنياء. نعم.